جلدة البيان استيخاء. ألو، الو، السلام عليكم. أهلا استيخاء يا صاحبي، صحيحة شي بخير؟ الله يبارك فيك. الله نعم، يحفظك أخويا، مرحبا. ها احنا سيدي عيطنا لك، الله يرحم الوالدين. شوف الوقت شوية ضيق، حاول ما تفوتش ليا واحد 3 دقائق. قول لي الموضوع، بلاتي نقول لك الموضوع بعدا. الموضوع غير واش المنخرطين الحاليين قادرين انهم ينتخبوا رئيس للرجاء، ينتخبوا ماشي، ينفصلوا على على الزيات اللي كيعين لنا رؤساء كل مره، وينتخبوا رئيس ديمقراطي. هذا هو السؤال، جاوبني عليه الله يرحمه والديك. اولا قبل كل شيء كنشكرك على بارك الدور الله فيك، ديالك، بارك الله فيك خويا. وراه كتبت ليك واش على اساس يوسف ما كتجاوبنيش على الرسائل ديالي، ماشي في هذا اللايف، نعم في الميسنجر وفي الفيسبوك. آه. كاين ما لحقتي شي حاجه كنكتب كندير كومونتير ديالي، الله يحفظك اخويا، وهي والله اخويا شوف لا في اطار الايجابيات ماشي في السلبيات. لا مرحبا اخويا، مرحبا، غير شي حاجه ما رديش ليها البال، مرحبا بكل فرح. تفضل خويا، اش يمكن لك تقول لي على السؤال اللي قلت لك؟ انا العنوان ديال الحلقه وي كان من الافضل يكون العنوان ديالي، يعني كما يقول المثل العنوان يعرف من كتاب، العنوان الكتاب يعرف يعرف من عنوانه. من عنوانه. نعم عفوا، مثلا كان خاص يكون هذا العنوان الرجاء مشكل الرجاء، مثلا الرجاء مشكلتها الرجاء، حل وناقش نعم انطلاقا من المنخرطين ومن الحكماء. وراني طرحت واحد السؤال في الفيسبوك عليك، كنقول انا ما كنعرفش انا هاد الاوزان اش كيشكل في الرجاء واشنو الفرع كيمثل، لان يعني بنادم 30 عام ولا 36 عام هو في الرجاء. بسام عفوا، الله بسام يرحم الوالدين الى ما رحمونا، راه ما كليتش باغي نبقى نهضر على الرجاء البيضاوي، راه حنا مرضنا وغنزيد نقول لك راه حنا مرضنا. والله القسم بالله ملي كتشوف، انا انا عطيت واحد المثال قبيله في الفيسبوك ديالك وجاوبت دابا في هذا اللايف هذا، بانه على الاقل الرجاء فيها منخرطين كيتناقشوا وكيتحاوروا وتقبل الراي والراي الاخر. خليني من هذاك الانتقاد الغير بناءات، وقلت المثل قالوا العلماء وخبراء وفلاسفه، تقول لك النقد البناء اللي ماشي بناء ليس له الحق في الانتقاد. ايه، كتسمعني ولكن مثلا؟ هذا النقاش بغينا يكون مثمر، يعطينا واحد النتيجة. مثمر بطبيعه الحال، ما ماشي اشني النتيجة نقول اللي بانت لك لحد الان؟ بانت لك شي نتيجة كاينة لحد الان؟ ما واش غنقول لك حنايا، اسمح لي معك من الاساس، انا والله العظيم انا وفي الخدمه كنهضر على الرجاء بالراب وعلى الرجاء في القهوه على الرجاء، هادشي اللي وصلنا ليه، العذاب ثم العذاب ثم العذاب. واش الرجاء العالمي اللي العالم كله تيدوي عليها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في نص انحدار، هذا كنسميه انا الموت البطيء. كيزيك الله يرحم لك الوالدين، راه هادشي اللي وصلت ليه الرجاء راه عيب وعار، عيب وعار. واش الرجاء عندها ديون؟ واش يجي من دون احصائيات ديال المداخل ديال الرجاء؟ راه حد يتورى راه حراس، كاين فعلا كاين اكراهات، كاين واحد كاين لي سالير ديال لي جوار، كاين ليكول، كاين لي ديت ديال لي تيش. متفق معاك، راه كاينين فرق اخرين عندهم لي تيش كثر، ولكن كيمشيو كيبحثوا كيقلبوا، كيقلبوا دابا دابا حاليا السي خير، واتزم 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 السي خير واتزم، كتنتهد بصاحبي. واش يجي يفهمون الحماق هادو تسطاو ولا مالهم؟ واش فرقي صغار صاحبي؟ والماس شحال وصلوا الماس؟ هي كان كيتشكاو من الازمه وكذا، على الماس كاع شحال عندها ديال الفلوس كاع؟ واش هاد الماس هادي، واش هاد الماس، واش هاد الماس هادي راه كيجيبوا لك شي من المداخل اللي عندهم، مداخل كاين شي حاجه مداخل وشي حاجه ديال الاستثمار واسمح لي، واش هاد الفرقه صاحبي حبستوها كاع نهائيا؟ جايبين جوج جبتهم في الانتقالات الشتويه، ودابا كتكذبوا علينا كتقول لنا باقي الجامعه ما صدقاتش عليهم، بغيت تجرونا لو 30 باش عاوتاني سير، ما كاين لا انتدابات لا والو، لا حكاتي يدخلوا الفلوس. شوف هادشي كله كيديروه غير باش تدخل الفلوس ديال الاتحاد العربي، بغي يجرونا الاتحاد العربي يجمعوا الحصه عاوتاني، وسير الله يعاونك سير الضيم. هادشي استاذ يوسف راني قلت لك في اللايف ديال نهار الردوز، قلت لك هادشي وقلت لك بانه راه كان مراهن على الكاس العربي وكان مراهن على كوب دافريك، فاذا به كيتصدم بكورونا اللي هي قتلات امه،
كاع الفرق كلهم عندهم ازمه عالميه، ولكن لا بصاله الرجال العالم كله عنده ازمه، لكن ماشي بهذه الضروره. شحال كتسال كاع على الدرجه ديال الدول؟ هي والحكامه، اجي يا سيدي جيب يا سيدي شي واحد شي واحد اللي غادي يشد الدراجه يحط فلوس كارونتي، ونهار اللي يدخل الفلوس رجعوها لي ونحلوا المشكل ديال لا ما بغاوش، لا لا ما بغاوش، هما خصهم الازمه ما تساليش، لانه ما كيعيشوا مع الازمه. بطبيعة الحال. راني كتبت لك واحد الميساج، راه البحث عن المرأة الراجل هذه، البحث عن مناصب زيرو ديراب. اسمح لي، كتنوض في المناظر الإعلامية وكتتكلم في الفيسبوك وتتكلم على الرجاء، وأنت ما كتعاونش الرجاء حتى بدرهم. اش علاش خدعش مرة ما عندينا في هذا المكتب المديرية ولا أعضاء ديال المكتب؟ هذاك الشيء اللي كاين. واخا خويا سعيد، خويا سعيد الله يرحمه، يدين الوقت كيزحمنا، باقي عندي الاخوان، كنشكرك اخويا على التدخل ديالك. عندي بزاف ما تقول لي. ومره اخرى ان شاء الله، مره اخرى، مره اخرى ان شاء الله. دابا من قبيله كتقول بان راني كنعيط عليكم من البريفي تحاولوا عليا، وراني من قبيله وانا متبع الحلقه ديالك. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا الخير. فرصه سعيده سي سعيد.